بسم الله الرحمن الرحيم. من الأحاسيس التي يجدها الإنسان في نفسه وربما تكون باعثاً عن ألا يتطور هو هذا الشعور بأن إمامنا المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام وعجل الله فرجه الشريف هو بعيد من أن يأتي. في الحقيقة إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً، إن أمره كالساعة يجب أن نترقبها يوماً بعد يوم، في كل جمعة، في كل يوم فيه حدث، في كل يوم يستضعف فيه إنسان، نحن نترقب هذا المصلح حتى يأتينا ناشراً راية الهدى، إنه سوف يغير هذه الحياة للأفضل. إذا كنت تتصور أن وجوده بيننا بلا أثر فأنت خاطئ، وحينما تشعر بأنه سوف يتأخر مجيئه فأنت خاطئ وواهم. هو قريب منا أكثر مما تتوقع، وقدومه إلينا أقصر مدة مما تتوقع، فلنعد العدة ونكن مستعدين. على الأقل كل إنسان فينا يكون يجيد أمرا ما في تخصصه وفي فعله، في تعليمه وتعلمه، في ممارساته في خدمة الناس والمؤمنين. حينئذ إذا جاء صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف نستطيع أن نقدم له وردة في أننا هذا ما يمكننا فعله، فاقبلنا خداما بين يديك. هذا الشعور بالقرب هو أفضل من الشعور بالبعد، هذا الشعور بوجوده بيننا أفضل من الشعور في أنه بعيد عنا. كلما ارتبطت مشاعرنا بمشاعره اقترب منا عليه السلام. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. نسألكم الدعاء.